بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب السنة المطهرة، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الفتن التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد الإمام البخاري كتاباً خاصاً بها، وتناول بيان هذه الأحاديث التي فيها توجيه وتنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وإلى جانب ما أورده الإمام البخاري، فقد أورد أصحاب الكتب المعتمدة وكتب السنة الصحيحة أحاديث أيضاً تتفق مع ما أورده البخاري. من ذلك ما أورده الإمام مسلم في صحيحه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض يوم القيامة وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيمة، يعني لكم علامة ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة هي البياض في أعلى جبهة الفرس، والتحجيل البياض في أسفل ساقه، استعيرت للنور الذي يشع من جباه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيقانهم يوم القيامة، فيميزهم ويعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين العلامتين اللتين كانتا من أثر إسباغ الوضوء. فإسباغ الوضوء بحدوده من أعلى منبت الشعر إلى أسفل اللحيين وما بين شعمته الأذنين الأعلى، وهي التي أشير إليها بالغرة، وأيضا إسباغ غسل الرجلين إلى الكعبين والارتفاع إلى الساق، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كان هذا هو التحجيل، وهو استعير إلى النور الذي يشع من سيقانهم من أعلى جباههم ومن أسفل سيقانهم. فلما قالوا له: أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيمة، يعني لكم علامة ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة فلا يصلون. طائفة أخرى من هذه الأمة يأتون ليردوا الحوض فيصدون: ولا تصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا ربي، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فأقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني إنهم غيروا وبدلوا ورجعوا القهقرة، ومنهم من ارتد والعياذ بالله. فأقول سحقا سحقا. كما أورد الإمام البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها، اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال. عبد الله إذا أطلق في صحيح البخاري إنما يريد به عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. فهو عليه الصلاة والسلام يحذر أمته، وفي قوله سترون بعدي أي أن هذا لا يحدث ولا يكون في عهده صلى الله عليه وسلم، وإنما سيحدث بعده القرون التي تلي والعهود التي تأتي بعد ذلك. إنكم سترون بعدي أثرا. ما معنى أثرا؟ أي أن أمراءهم أو أن رؤساءهم يستأثرون لأنفسهم ويمنعونهم حظوظهم من الحياة الدنيا. سترون بعدي أثرا، من يستأثر بالملك، من يستأثر بالجاه، من يستأثر بالمال، من يستأثر به لنفسه أو لغيره. يعني الشاهد: ستقع عليكم بعدي هذه الأثرة. فيأمر عليه الصلاة والسلام بالصبر. سترون بعدي أثرة نمرة اثنين: وأمورا تنكرونها، يعني تنكرون أمورا ممن يتولون أمركم وقد ترون منهم أثرا. قالوا: فماذا، فما تأمرنا يا رسول الله إذا حدث هذا وكانت الأثرة وكانت الأمور التي ننكرها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. حقهم الذي نؤديه أنك في عمل من الأعمال عليك أن تؤدي عملك، عليك أن تؤدي زكاة مالك، عليك أن تقوم بعملك. تؤدون ما وجب عليكم وما يحاسبونكم عليه وما ينبغي أن تقوموا به. أدوا إليهم حقهم. أما الجزء الثاني وهو الذي ليس في إمكانكم الحصول عليه، قال: وسألوا الله حقكم. هذا التوجيه من فحواه ومن بين سطوره ما يفيد أنه لا يصح الخروج على الحاكم ولا على الخليفة ولا على الأمير، لأن الخروج يترتب عليه فتنة
ويترتب عليه أمور خطيرة قد تورد بعض الناس موارد الهلاك، قد تفتن بعض الناس، قد يترتب عليها والعياذ بالله إزهاق الأرواح. فلذلك لم يقل لهم خذوا منهم حقكم بالقوة مثلا أو قوموا عليهم، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أمته أن تؤدي الحق الذي عليها تجاه الأمة والوطن والمسؤول، وأما حقها فتسألوا الله وسألوا الله حقكم. حديث آخر بعده مباشرة وقد رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من خرج شبرا يعني كناية عن أنه خروج يسير، يعني ليس لكل إنسان كره من رئيسه أو أميره أو ملكه أو قائده شيئا ينقض عليه، لا، قال من كره من أميره شيئا فليصبر، لأنه لو انقض الناس على أئمتهم أو أمرائهم أو رؤسائهم عندما يكرهون شيئا من تصرفهم يترتب على ذلك فتنة ويترتب على ذلك بلاء كبير، فلم يبح لهم بل قال من كره من أميره شيئا فليصبر. لماذا يصبر يا رسول الله؟ فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وكلمة من خرج من السلطان شبرا هذا كناية عن أقل شيء يخالف فيه الإنسان. من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. كل ذلك من أجل لم الشمل ورأب الصدر وجمع الكلمة وتحاشي الفتن، إذ أن الفتنة لو برزت في مجتمع من المجتمعات أوردته موارد الهلاك، وينقسم الناس وهذا مع الفريق الفلاني وهذا مع الفريق العلاني وتحدث فتنة كبرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، حتى وإن كرهت منه شيئا فلا تعلن العصيان عليه ولا المخالفة. من كره من أميره شيئا فليصبر، أمر بالصبر. لماذا لا ينقض ولماذا يصبر؟ فإن من خرج على السلطان أو من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حتى مع كونه رأى ما يكره وأنه عليه أن يصبر، نعم، لكن لو حدث منه خروج على السلطان فمعنى هذا أن الفتنة تشتعل في المجتمع، وأن يكون لهذه الفتنة ضحايا كثيرة. ثم يذكر في هذا الباب، سترون بعدي أمورا تنكرونها،
حديث آخر يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة، يعني من فارق جماعة المسلمين وما عليه الناس، فمات إلا مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث يقارب في المعنى الحديث السابق: من فارق الجماعة. هذه إضافة أخرى، هناك من خالف أو خرج على السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. هذا الحديث يقول: من فارق الجماعة، يعني جماعة المسلمين، فمات ميتة جاهلية، أي ما كان عليه أهل الجاهلية. إذن نحن مطالبون حيال الفتن أولا بالصبر، ثانيا أن نعطي المسؤول أو الحاكم أو السلطان أو الأمير حقه، ثالثا أن ندعو الله وأن نسأله حقنا، رابعا ألا نخالف الجماعة، لا نفارق الجماعة، لا نفارق السلطان ولا ننقض عليه ولا نفارق الجماعة. يعني انظروا إلى أي مدى أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحافظة على المجتمع المسلم عند حدوث الفتن، حتى لا تورد الناس موارد الهلاك. أمر ألا نفارق السلطان وألا نخالفه شبرا، أمر ألا نفارق الجماعة، أمر بالصبر، أمر بأن نؤدي حقهم، أمر أن نطلب من الله حقنا، وألا تكون هناك معركة بين المجتمع بعضه مع بعض. هذا التوجيه النبوي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا، ولم يكن في عهده ذلك، وإنما قال: ستكون بعدي أسرى، يعني يتحدث بما سيحدث، وقد حدث ما تنبأ به، فهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونمضي مع أحاديث صحيح البخاري، فنرى حديث عبادة بن الصامت وهو مريض، لما دخلوا عليه قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبادة: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا في البيعة بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونستكمل إن شاء الله بعد ذلك الأحاديث الأخرى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.